نحن الأيام هذه خلاص باقي لنا كم يوم إن شاء الله نحتفل بالعيد إن شاء الله. أحب أنبه على نقطة مهمة جدا، وهي التساهل في شراء العدسات من أماكن غير معروفة، مثلا مواقع إنترنت مجهولة، مواقع إنستغرام مش معروف كيف طريقة حفظ العدسات، أكشاك، محلات أبو 5 و10. بعض الأخوات بيعتبروا نفسهم عملوا صفقة، اشترت عدسة ب30، اشترت عدسة ب40، اشترت عدسة ب50، وخلاص يلا فرصة حلوة، العدسة لبستها ب50 ريال، والله لقطة. يا أختي هذه عينك، وفي مشاكل كثير بسبب العدسات الغير أصلية المقلدة التي لا يتم حفظها بالطريقة الصحيحة. مهم جدا إذا تبغى تختاري عدستك أو تشتريها إنك تروحي محل، إما محل نظارات مرخص من وزارة الصحة معروف كيف طريقة حفظ العدسات في هذا المحل، أو صيدلية من الصيدليات المرخصة اللي بتبيع العدسات وفيها طريقة حفظ، وفي واحد متخصص مسؤول عن هذه العدسات، عارف طريقة الحفظ، عارف طريقة الانتهاء، متأكد إن هذه منتج أصلي وليس منتج يعني مجهول. أتمنى من الجميع الانتباه لهذه النقطة. شكرا لكم، وأتمنى لكم إن شاء الله السلامة وعيد سعيد على الجميع. لا تسترخص في عينك.